نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة نبدأ على بركة الله بما تيسر من سلسلة شرح ابن عاشر. هذه المضمومة اللي عدلها مولاها إياك يسهل حفظها للي فيها من معاني واللي فيها من الأحكام اللي مقبول كامل حكما من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا فهم العلماء الأتقياء الورعين ومحاولة يعرف مراد الله من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلماء ما مصيوب عن فهمهم، ما هم معصومين يا غير اللي مشقر عصمتهم. لا يا الله يعود هو معصوم شقر شي دير شي بلو. لا قال لك حد هذا كلام مدى ما هي معصومة قول له ياك انت اللي معصوم. وكرينا من حد معصوم نكردو كلام يعني نعود الله كلام مولانا وكلام رسوله. قولوا نعم مرحبا بكلام الله وكلام رسوله هو الأصل وهو المنبع وهو المصدر وهو الدين. يا غير مولي ذو لابد دالهم من شرح وفهم ولا هنا تكلوهم الله على مدى قد تفهمهم. لأن كل علم كامل وكل فن لا يرجع فيه إلا لأهل ليعرفوه. الحديد يرجع فيه لعادة قواريش ومدوتات يقيسوا قراج والرجوات يقيسوا أورليشات وأهل الضوء يقيسوا أهل الضوء وأهل الطب مرضى يقيسوا الأطباء. ومعناها كل رواية كاملة ينقاسوا بها هلهل متفرغين لها وصايبين. أما لقاه متطفل ما هو فنه يا الله يا الله يستر نفسه رحمه الله من عرف قدره وجاد دونه. قال تلقاه لا يحترم نفسه ويعس مولي لعل يعود العياذ بالله سئله فأفتى بغير علم فضل وأضل. أراه ورقاه يعود يعرف الكتاب والسنة يا غير يعود ما. ولذلك اختلحوا العلماء من قديم الإمام ضرك البخاري والإمام الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وغيره هذا وإمة حديث يا غير امتن منهم عند الأمة الإمام مالك والشافعي وأحمد وياك اللي ياكوا. لأن هؤلاء جمعوا بين الفقه بين معرفة الحديث وبين معرفة الاستنباط. ونخرين إلا رجال عرفوا السند وعرفوا الرجال وعرفوا علل الحديث يا غير ما هم أهل الفقه. ولذلك أرخل أنت خرص المفسرين كاملين تلحقوا قال مالك وقال الشافعي وقال فلان وقال فلان يا غير ما تجبروا قال البخاري ولا قال الترمذي. لأنه خلطة ألا يعرفوا طوف رجال السند ولا يقدوا يا غير من ناحية الاستنباط وياك المعنى. هذه قضية بهلها رات الصمد دخرا الواحد منها متخلط عليه على البقرة الشابهة علينا ما أدري عارف يشوف يعني مرحة دي صحيح وآية قاعد صح منها كامل يا غير المشكلة فهمها فهمها لابد من يرجع إلى العلم. هذا بعد بالنسبة لنا قاش يعرف ولا قاش يروركم يعود ما يعرفوا معدلوا يعرف. هذه مشكلة ولا يجاوب قاعش ما فيه إلا أحد يحمكم بهذا الكلام معاه لا مضيع الوقت. سمعتوا ذا الكلام وإن شاء الله وقت يسر لمولانا وبشرط عود ما له طوال عين المقام وقت يسر لمولانا دليل على مسألة كاملة قلتها من الفقه نعود قاع عندي الوقت الكافي نحاول ما نقول لكم كلمة ما قلت لكم دليل من الكتاب والسنة.
يا غير ماني صايم، ما عندي الوقت، ما عندي وقت قد اخرص فيه كتاب ولا كتاب ولا تفسير ولا تفسير ولا شرح. مصعد جالي الناس ما هي عاطيتني نفس، ما عندي وقت قاعد الحمد لله قاعد لا خلص فيش ولا خلص فيش. ولذلك ياسر من اللي نقول لكم عاد شي منه قاعد يتكرر، ولا كرامة قاعد عاطي مولانا من فضلته قاعد نقول لكم شي جديد ما كنتوا تعرفوه. لي انا ماني صايب خرص اللي يقولوا العلماء، ولا قال ما هو صايب معاه يقر الناس وهي الدور منه الجديد، هو بس بالحال يعود عنده الجديد وهو ما يقرا. ما ترى صايب يخرص كتاب ولا قولي عالم ولا تفسيري مفتر ولا شرحي شارع، هو بس بالحال. اذا القضية صعبة وتحتاج القدر من الوقت والتفرغ، والدنيا اليوم حمق لها، حتى عند الجوال وعندها البوال وعندها القوة ولا بلاد عارفة قاعد شتوس، ومعها ما هو حال مشكلة، ومعها عاد ما شاء الله تطلع مادة قاع علماء وهي ما قرأت سنة. هاي الشكل اللي معرق الناس ومخممها عاد يطلع الواحد مجهد قاع كب. الله المستعان. اذا الوقت متيسر لي ان شاء الله الوقت وشفت من قال يا غير مالي لعلمكم سابق، هذا قصدي من المقدمة. قال من رجع لك لا يبني يا طبعا قاع يعرفش البركايات التحتانية، ياكي وطي بنيانه على اساس متي، لان تصحيح البدايات شرط في تصحيح النهايات. يلا حد صحى البدايه ياكي بثنى عليه هذا اللي وراها، ولذلك عاد لا يصح العمل الا بالنيه لانها الاساس للعمل. نرجو الله الاخلاص في الاقوال والاعمال والقبول منه. في البدايه اختار نقول لكم مسالتين والله مسائل يعني. واحده اذا قلت لكم قال ابن عاشر، والله قال الاخضري، والله قال الشيخ خليل، والله قال الكفاف محمد مولود، والله غيره، ورسالة ابن أبي زيد أعرف أن هذا كامل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لعل يتجبر واحد من المستمعين والله من غيرهم يقول لك هذا الجهل ما هو المشهور، قل له تكيس على راسك. الشيخ خليل من أكبر علماء المذهب المعول على كلامه المختصر، قاله مقدمته وحيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك لعدم اطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة، جبرت شمن قاوي العلماء صبوهم قدامي وربطوا راسي ولا قديت نعرف أي أقوالهم أرجح، قبضوا قلت لكم أقوال إياك العدانة أمين، وقلت لكم أقوال وهربت ما قديت النص على واحد من الأقوال بي اللي ما عرفت أيهم يا ضلفت به. هذا خليل يقوله مقدم، وقال وحيث ذكرت خلافا فذلك للاختلاف في التشهير. معناها مرة قال نقول لكم في خلاف وخليها كلمة خلاف، ولا نقول لكم أي أقوال أشبه بيلي المشهور مختلف فيه، نجبر واحد من العلماء قال هذا هو القول المشهور، ما نعلم من اللي يبلغني واحد من علماء المالكية قال مشهور لا شيء ثاني. نتيجة لهذا الاختلاف قال أنت نقول خلاف ولا نقطع قاع بواحد من الأقوال، لكن خلي بينكم أنتم اللي منكم يثبت عنده على طريق عالمه أو فقيهه فليأخذ ذلك وليعبد الله به. وأنا بعد اللي علي قال الأمانة أشير لكم أن القضية ما مقطوع فيها شيء وأنها فيها قاول للعلماء، وهذا هو الحجة التي بيني وبينكم إلى قيام الساعة. هذا كلام خليل مقدم تترجم. اذا سمعت واحد قال لك ذا القول اللي قال ما هو المشهور قول له ما فهمش مفاجئني، هذا علمت به في المقدمة في الدرس. ولا قال لك ذا فيها اقوال قول له نعم علم انبأنا الله من اخباركم. ولا قال لك القضية لما شنه دليل، الدليل قاع من نفسه فيه شي سهل وفيه شي ما هو سهل. يا عباد الله خارج من الوجه اللي تلا تقول له الدليل يوحد، خارج من الوجه اللي ما يرق لي خمسة، ما يرق لي خمسة إلا أني تتخطى له الرقلة خمسة عليها خمسة عليها سبعة عليها عشرة، يقول لك أنا أعرف ولا أقول لي رقلي لي أقول لي شوف قال برأسه قد يهضم خمسة عليها خمسة عليها سبعة عليها عشرة، وهذا راه بداية بعد قاع الرقلة وتلح قبوتيق وعنده الفضة يا غار قلب ويرقليها ولا ود الوقاف ويوم ترقلي بوتيق وعيط الواحد يكريه رقليه. معناها خارج من عباد مولانا اللي بتنقل في واحدين اخرين مرنقي ما يجد يوقف وحده لان فهمه ما يجد يرفض وراه تيفاي وبوتيفه يجد يحصل الدنيا غير رجلي وضبط اموال وعاشد عنه. كذلك خارج من المخارف اللي قد يصلي ويطبق يا غير من ناحية انه هو يفهم الاحكام ويعرف ادلتها، ما افتح مولانا قلبه لك. اذا الله لك انت الخلاصه واعطيها له قول له انت تسال فيا تسال خلاص، يقول لك ما هي مشكله انت عندك مية والله عندك الف اطرصه بالنهايه وخليه من التفاصيل لان الله ما خلق له فهما متسعا. هذا لقاه نكره معناه انه لا عقل له ما قد جرب، ولو جرب لشهد بصدق هذه التجربه، ولقاه ما هم جرب عويلي كلامك معاه مضيع الوقت والقايل انه بارد قد صيد
انا قلت لك رساله معناها انواع مو مغفل ما فهم شيء، لان هذا واقع في الحياه. طيب شوفوا ابن عاشر هذا نظمه كامل 313 بقدر عدد اهل بدر. جاياك يقرس بعد لي على احكام اللي تيسرت له، وقال هذا هو القدر الضروري من علوم الدين، معناها هذا هو اللي ما خارج حد ما يرجع متابع عام الاحكام. وقال ما قديت نفصل لكم راسه ملام من العلم يا غير ما يقدر يصب ذا كامل به، اللي المشكله انه هو يخاطب مده في البدايه وحد في البدايه ما يقدر يصبر ويصبر. انا قهر كرش ومكموشه واليابس عطشان الا ان يشكم، انا قهر كلال صايم ونهارحان الا ان يشكم شوي من الفطور ده، هو قاع كرش حافله وهو لا يقدر. يا الله لا تقطر له شوي وتخليه يقول له اطرح لعنك لا تقذف علينا باطس الفطور، لان مخلوق يعود يابس ما يقدر في دياسر. قطر له حنيهن تعرف كانوا قولوا ذاك اللي قطر وفاوت له اياك لبنك ما يضيع وهو ملي يشرب. هو زاد هام وعدل شي مقدمه بسيطه يدور بها شي قد يتاثر مع الناس، عدلها 113 يقريش فيها قدر من ابواب الشريعه، اختمها بالتصوف وبداها بالتوحيد وتوسط فيها بعض الاحكام الضروريه من طهاره وصلاه وصيام وحج وزكاه والاشياء الاخرى كيلا كيحه والبيوع وما الى ذلك. يعتبر الناس ياسر من الناس قاع ما يبيع ولا يشري، وياسر من الناس يموت وما تزوج، وبالتالي ما دامت هذه قضيه تعني لا واحده من الناس اخرها الى يجي يعود ملاها عاد من اهلها يا الله يمشي يقراها. واللي مثلا مازال في البدايه جاب له اللي بدايه وخلاها راه الى اطوال لوحه عاد هام ويقرا حتى والله عاد من اهل الزواج يا الله يتقدم. فهمت الكلام؟ البدايه التوحيد، لا غير رانا توحيد وما لنا شيء منه. لا الله لا اله الا هو الحي القيوم مولانا واحد لا شريك له، ما نشابه احد لا مثيل له، لا يشابه في صفة ولا ذات ولا اسم. اسماؤه الحسنى وصفاته العليا وكلماته تامة لا مثيل لذاته ولا شبيه له ولا نظير ولا ند، وكل مشابهة لمخلوق فالله مخالف لذلك. والقرآن كامل اللي أدلة التوحيد، بل هو عدل اللي هو ابن عاشر أبيات يدور يقرب بهم التوحيد ويعطي الأدلة العقلانية، وبعض الناس ما يسمعها قاع ما بدات فيه النار وشعلت. المقدمة خليناها والتوحيد أقبوه من الكتاب والسنة وقيموا، والفقه هم اللي ما تيسر منهم. هو الفقه معناه الفهم، هو الفقه معناه الفهم، معناه نقل أدبارك من الفهم قاع لاقي سهلك عما، لانه هو مبني على الفهم وحد لا فهم له ما هو من الفقه. مولانا يقول ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، معناها يفهمون. وقال موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه، معناها يفهم للي نقول للي نقولهم. اعطيني يا مولانا طرس لساني كان يعبر عبارة قد يفهم للي نقول، معناها ان الفقه هو الفهم. ومن يريد الله به خيرا يفقهه، معناها يفهم الدين، يفهم الدين. اللهم ارزقنا الفهم الصائب والسداد في القول والعمل والتوفيق لما تحب وترضى. طيب ان شاء الله ما تيسر من الادلة دور ان شاء الله نجيبوه ما استطعنا الى ذلك سبيلا. ومرة نعود صراحة عالم شمل الادلة عند الفقهاء يا غير ما نقدر نجيبها بيلي يلين يجيبها دور توحلو وتوحلو ذيك ما عين عليكم كاملين دور واحدين ينتفقوا من قالها لك قول هام قول هاركم لو حال معاكم نبات تصوركم كانكم فهمتوا فيكم اللي يكذب خايف لا ينفح يقول انه فاهم وانا نعرف انها ما هي على مستوى حد يقري الناس ويجربها وقد شافها يفاصل شي ما قالوا دور يقولوا واحدين من قالها لك تحكم علينا ما قد صورتنا ولا جربتنا. قالوا العلماء ان رقاهن يتعود متعود رواية في المخالف يقد يحكم على مدة ما فات جربها. هذا تعرفوا الدليل عليه شنو الدليل عليه؟ على موسى عليه السلام فات مات وليلة الإسراء فوق السماء السابع ومع ذلك قال له رسول الله تظلمه، قال له انت يا رسول الله كم فرض عليك مولانا من الصلوات؟ قال له 50 صلاة في اليوم والليلة. قال له ارجع قال له واسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تستطيع ذلك. قالوا أمتك لا تستطيع. موسى قاعد يتكلم علينا احنا يا اخوتي اخبارنا منه هو ما فات قاع احنا ما ترخرقنا ومع ذلك يقول لا نستطيع ذلك. كيف حكم موسى على أمة لم تخلق بعده؟ قالوا لأنه قاسها على ما يعلم من الأمم السابقة، ولأنه قالوا لقد جربت بني إسرائيل قبلك وعالجتهم أشد المعالجة
ولا قد يطبق ذي 50 فقاسنا على الأمة التي عرفها، فدل على أن التجربة عند المجربين تبين للشخص ما يمكن أن يحكم عليه ذي أشخاص ماذا تشافهم قاع يا غير ما كل دليل يسمي قد ينقال للناس رأيكم يا أخبار طيطة رسخ واضح فمشي ثاني دور يصبركم ما نقالكم دليل لأنه ما قد حد تم كل شيء يسرع. إذا نبدأ على بركة الله، بسم الله وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا به. أول بيت من الماء طهارة، هي طهارة بركة الله تبدأ باش هو ثم هو ثم الإنسان هو الذي يطهر وفمشي وطهر به فاهمين، هو الحيوان الله ما يطهر ما يعني به لما خاطبه الله، ثم المتطهر وثم الآلة التي بها التطهير وثم المتطهر له الشخص. طيب وقتك ما راك مصلي ما عليك تطهر، هاي معناها ان الطهارة تلزمك الليل اتلي تأدي عبادة واجب الطهارة لها، اذا ما لك الطهارة ما تعنيك، الى ثلاث ساعات العبادة موجودة الظهر الاحد وانت هامك تطهر بقالك من الدخاء وهي الماء، الى عدت من الماء لا بد لك من الآلة التي بها تطهر، اذا لا بد من الاشياء الانسان المتطهر والآلة التي بها يتطهر وحضور الشيء الذي لا بد له من الطهارة. هاك بعد ما نعرف هاك أولاد القفير لا بد من ثلاثة أشياء، آلة بهاية متطهر ومتطهر بالآلة ومتطهر له للشيء اللي حاملك على الطهارة، لأن خارج بعض المسائل ما لازمك تطهر، تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لازمتك الطهارة. اللهم صلي على محمد يجد طال توفي منها ولا الطهارة، سبحان الله والحمد لله ما لازمتك الطهارة، ما هي واجب عليك ولا عدلت زينة هذا ما لازم تطهر، مفهوم الكلام. اذا اول بيت للطهارة شنه آلة الطهارة الماء، جاء ابن عاشر فيه ثلاثة ما زاد به اللي هو يتكلم للمبتدئين حد له يدم كلا لقى يكتب له الليف ونشوف قاعش لا يواسع مع الليف اللي في البيت تاي ويدم كيلو بالشور ما حلمي ما هو حاز على الماء اللي يطهر به سبه سبق بعد قاعد ما قبل كل شيء الآلة اللي تطهر بها وهي الماء قالاش يدمر شو بيته ايوه بسم الله هذا شبع هون مخصين ولابن عاشر يشوه قاعد كانوا لا يطيح والله يطيح سلك. قال ابن عاشر غصم وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليما اذا تغير بجسم طرح او طاهر لعادة قد صالح الا اذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. بارك الله بنا وفيك. هذه هي الابيات الثلاث، فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلما اذا تغير بنجس طرح او طاهر لعادة قد صلح الا اذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. هم الثلاث الابيات يا غير جارج هو فيهم مقصين له الجرات. فصل فصل وتحصل الطهارة معناها قال لي أنا كنت أتكلم لكم على التوحيد وأحكامه وقضايا وقصة أراني وفيت من ذلك قال أتلاهين أشرح لكم في العبادات. فصل وتحصل معناها حد يقدر يطهر ما يتكلم حد حد له يعدل شي عدله بالفعل ما يتكلم. فصل وتحصل الطهارة معناها يلي هم يطهر طهارة واجب عليه لا بد له من الماء ما يقدر يقيس التراب التراب يقيسها لا حد يعجز عن الماء. فإنسان تعمد أن يتيمم ما هو قادر على الموجات يشبره هذا عصى ربه قيل قاع كفر لأنه متلاعب بدين الله لا تتخذوا دينهم هزوا ولعبا هو عاد جاء الدين وقد ضح إيه قاش الله أصبح موقد والله قد جتوه حاج على التراب وتبارك بطفي أيديه هذا عابث مستهزئ بديني وراه ما صلى وبعض العلماء قال انه كافر لانه في الحقيقة تارك للصلاة عمدا ومتلاعب معناه مستهزئ بدينه. ماني قادر اشرح لكم اللغة لان اللغة له دخلكم الرواية الفصل ما تعرفوا ان قالك فصول الدراسية الفصل من الفاصلة الشيء الحاجز مع انتم ما تعرفوا ان الدار يعود مفلك فيها معدل فيها بيت له بيت له بيتك هذا اللي يقولون بالفرنسية الكلاسار معناها هو الفصول معناها ذم بيت بينهم على اخر حاجز معناها حيط ولوخر بيت وبينهم على اخر حيط
ذاكرخ الحيوغ ينقالهم بالعربية فاصلة فاصلون معناها خالق بيت هو الأول ينقال له التوحيد، والبيت المتوليه ينقال له الطهارة، والبيت المتولي ذاك ينقال له الصلوات، وما بين البيوت يسمى فصل. معناها فصلت بينات الفصل هو الحاجز بين الشيء والشيء في اللغة واضح. والباب تعرفوا إن قال لك باب الزكاة، الباب معروف من الفم، إن قال لك باب الداء معناها هو المدخل اللي تدخل منه، والفصل معناها هو الحيط اللي فاصل بين البيت والبيت. لك بالنسبة للبنيان ولين يقوله العلماء في الكتب معناها هو الكلام، هو بداية نهاية الكلام الأول وبداية كلام آخر. كان معاده كلهم بيت، الكلام الأول بيت وذاك الكلام المتوليه بيت آخر، يدير بيناتهم فصل ياك ما يتخلط عليك بين الأول والثاني. ده مفهوم الكلام. فصل وتحصل الطهارة معناها حد يختار طهارته تخلي. يا الله يخرص لما يهتقود ما متغير طعمتها ولا لونها ولا ريحتها. ونحن طالعكم عليه هندسة فلو هندسة تو ماركم تعرفون حضر غليت والله ولو ناس العدل متكلمين عليه الليلة. ماركم تعرفون ان رقاهم عدر غليت والله مارو يالتو يقصر ايدي هم الاولين مارو يالتو يتلب لها المضمضة، المضمضة مارو تتخار المفرخ نافر اللي هو معناها معناها الاستنشاق، يتلب لها الاستنشاق، الاستنشاق مارو دارا المفرخ نافر، المضمضة مارو دارا الماء في الفم. قال الان هذه ماذا يبدأ بها؟ قالوا حكمة من الله، اياك انك تتفقد الماء سابق قاعد تتوعر في لغه، لانك اللي ندير الماء في الايدين وعوده في النهار ما زن عليك الى عاد الماء متغير لونه شوفه في ايديك، الى عادة ما هو متغير يا غير ما هو باللون تديره في خنافرك الى عاد فيه ريحة لا يتشمها، الى عاد ما فيه لون ما متغير لونه ولا رايحته تدير ام اللي في الحكمة ثالثة وهي الفم تجي لا يتتمضمض تقول لهم لا في طعمة دار لك مولانا ثريت حكماته في بداية الوضوء وياك بعد قاعد تفتش لك علمة سابك تتوعر وتقول يا ذرسينا قاعد انا وضوء يخلع عنا ما فضلت ان ما بتغير ما ولينه فيه ان دارت لك قاعد تفتيش عند بدايته اياك بعد قاعد تفلش الماء سابك تتوعر في العباد اليد للرؤية والانف للرائحة والفم في المضمضة للطعم مفهوم الكلام. قال فصل وتحصل الطهارة بماء معناها بالماء الذي سلم من التغير بشيء معناها ما متغير له شيء، إلى وقت ما في طعمة ولا شميت ما في رايحة ولا خرصت ما متغير له حال، إني تفتش بدون حكمات ثلاثة لهوالك ما فيهم محدة في السيارة قيم تابع، ومجرد تفطل متغير في واحدة من الحالات ثلاثة لا تبعد عرف ان من عندك ما هو صالح، اتعب راسك وتفرق اميتك ولا وضوء لك ولا عباد، لأن الله اشترط في الماء المستعمل هذه الشروط الثلاث عند الفقهاء واضح. هذا ايش قال؟ قال فصل وتحصل معناها الصلاة معناها الطهارة قد تحصل الله بالماء الذي لم يتغير بشيء، ولذلك قال تحصل الطهارة بماء من التغير بشيء معناها أي شيء لم يتغير بأي شيء أي سليمة من أي تغير. هذا البيت الأول. قال ايه كأنه طرح لي حد سؤال قال ويوة وإلا تغير الصشن واسوله قالوا لك صفي تفصيل إذا الحقته متغير طعمته والله لونه والله ريحته خرصه خرصه هو المتغير منه شنه إذا عاد متغير بالنجاسة طرحه عنك إذا تغير بنجس طريحة ازرقه عنك ما هو صالح للدنيا ولا الآخر. وإذا تغير الصبي طاهر معناها فيه طعمة النعناع لك يشبه البرد الأول متغير بالدهن خارطوني عاد ما تقعد يخرص الله كأنه شم الدهن أهلاقي يشبه نصيب. إلا تغير بشي طاهر ما هو منسس لاقي يشبه نصيب ولوكيل والشراب والزريك لكن لعادة معناها يشبه مركبة العادية يا غير العبادة ما تصالح لها. ولا عاد تغير بنجس لاك طريحة معناها ما عنده من الشتراء يقدو عارج به ما هو يزرقه عنه أرعى منه به اللي منسس لا ينسك الدماء التم الدار طهارني ينسك هو قاع. قال إذا تغير بنفس طريحة معناها ما عنده من علاج ما هو زرق. حتى بعض العلماء قال من دركانه قد تعطيه العنزك كانوا قد ينعطى الحيوان، بعض منهم قال لا تعطيه لدبتك
لا تعطيه حتى للدب، لكن هذا الحمد لله ما وكبر عنه ما 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 متفق عليه. المهم انك انت بعد لا تقربه، والعباده ما ادري بدي اصلح لها، والوضوء ما فهم له، ولذلك قال لك طريحه ينين يتغير المبشي بنفسه سيسرق عنك اسوء طعمته في طنت لها والله رايحته والله. لا مجرد يتغير بوحده من حالات ثلاثه القنا اسرقوا عنك الى عاده من السس، والى عاده المتغير به طاهر احكمونك لنصيبك وعادياتك امورك. يا غير العباده ما ادري اصلح لها ما ادري بدي اوظبي واضح. ايوه طيب مثال البيت السالف، شوف هذا لا مو جزمة يجي يفصل فيه. قال انا عقب رجع قال انا قلت لكم انه ني يتغير بالشي من السس سرقوه، ني يتغير بالشي طاهر قبوه للطعام وشي يا غير ما ادري بدي اوظبي. قال انا هكون الى عادل متغير به من اسمه معناها قاع لا سمه في الغالي معناها عادل اميها متغيره يا غير متغيره بروايه دائما ما تجد ما تجد حل بينها معاه اما اخلاق فيها غير ما متغير بشي اخلاق فيه والله ملي ما لقيت حل بينه معاه. لكن اعفي لك عنه الا اذا لازمه عادم لازم لما ما يجد يفصل عن التغير كمغرة معناها كيسه تغير نقول الكحله والله نحو ذلك. كيف هذا كيف مد دار جهره اميها بليده من الشمامه والله بليده اصلا ترالها حمراء عدنا نين جينا الدلو ملام من الملهوان المحمر خرصوا الى عادله من التراب اصلا خلقتها حمراء لك ما يضر والله جبدنا اميها جاتنا مالحه ما يجد ينتقم منها ان قال هذا من خلقته واضح الكلام. الا اذا لازمه في الغالب كمغرة معناها كي هي من الكحله ونحو ذلك فمطرق. وكذلك اذا عاد اميها ام اللي كانت قلاص باطر في الكبير لا قد كيلي من قلاص وطرحتهم في قد حول ابولك صبح اميها قال لك كذلك ام اللي لعاد كان الملاء جامد قلاص وعقب ذلك لكن مالي توضى بيك والله ما اللي كان اميها وعقب عاد قلاص توضى بيك الى عاد كان قلاص وذاب لك ما يضر الى عاد مالي كان اميها وذاب لك ما يضر لان هذا ما يضر واضح. كذلك الى عاد لازمه كيفاش كيف اميها تضايع تعرف الماء المطروح ذاك مروني يعطش وينبت حدا الربيع يعود عاد وجهه وخطر ومر يعود مخ نسقاع لك ما يضر بهذه هذا مناسب انت ما قلت تنتف في الربيع ما عدت مشروع ان قال لك هذا من اسمه ما عندك الله يتوسل والله احلاه هم اللي شمن الصدر وبرايحته جيت لي فوق الماء هذه الضايه اللي هي لك عاد فيها رايحه سبب الصدر اللي بزرها ونحو ذلك والله ما اللي فيها هي شمن الحوت والله شمن الشران وعاد طعمه الماء متغيره بها كوره الحوت لكن لا يضر لان هذا ملازم له ما عندك الله يتوسل واضح الكلام. وفاولة بيئة الثلاثة غير تحتهم القنابل قنابل شوفوا شنو دليل ان الماء بعد قاع هو قال فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلما اذا تغير بنفس طريحة او طاهر لعادة قد صلحا قالوا هذا دليل شنو ان الماء قاع لابد منه من الطهارة من قال اننا ما قد انتم ونقبوتوا قول اليا ونتوضاوا به ومن قال اننا ما قدون التمون يقبوش من الدهاين وتوضاوا به قالوا لان مولانا قالوا انزلنا من السماء ماء قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم قالوا فدل على ان الطهارة انما تكون بالماء اولا لان مولانا قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم انا نزلت لكم الماء يتطهر فدل على ان الطهارة ما تصح ما هو بالماء حد قادر على الموجة بره واضح. قالوا ما دام مولانا قال هذا معناها على ان الطهارة ما تصح ما هو بالماء ما تصح الكيلاني شي ما هو الماء ما تصح به ولماذا الصلاة كذا قال جنين ما يشبر الماء يتيمم ايه لماذا يرى الصف نافذ التيمم قال بعض العلماء لان الانسان خلق من شيئين الماء والتراب ماركو تسمعوا في القرآن خلقنا الانسان من سلالة من طين الطين ضاري هو مولانا كريم خلق الانسان من الطين والطين عباره عن شمن التراب يعني من دار معاه الماء ويعطي شيء تعقب تعود على الطين معناها ان الطين اللي تنقلك معناها ان ميها وخلطت مع التراب وصبر عليه عاطي مره يقول لك الطين اياك ما يفصل لك ومره يقول لك خلق الانسان من ماء ومره يقول لك من تراب واذا كان ما هو متعارض هو فعلا من ماء خلط بتراب واصبر عنه عاطي قالوا ما دام اصل الانسان هو الماء والتراب انت تعجز عن مقيس التراب
لأنهما أصله. واضح الكلام؟ نعم نعم فهمت الكلام. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ولأن مولانا قال يا أيها الذين آمنوا يا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم فاغسلوا اغسلوا عنكم أنها بالتراب وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم إلى الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ترابا. معناها أن المعركة كاملة ماء. قالوا أيوة إذا معناها أن الكامر اللي قال لكم مرتبط بالماء موجد وقدر عليه الشخص. معناها على حد كامل جاي المولانا لا يعبد بعباده اللي قال هصرة أول شيء فكر فيه وعندما ينعود دور طهارة يلطي لو ذلك شيء قالوا الماء لأن الله جعل له هذه الوظيفة ولا مقبول شيء ثاني دار فلت. واضح. قالوا أيوة الصطيق من رصي لا تغير بالنجاسة لماذا ينطرح؟ قالوا لأنه مثل الماء لطبيعه لأن مولانا قال الدليل ان مولانا قال قلنا على النفتنا قلنا على الماء قلنا على الماء على انه مولانا ذكرنا انه ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هذا الدليل على انه ميه تصحاب الماء صالحة للطهارة. واضح واضح ان الماء جاي من شور السماء على انه يطهر بما ذا المشكال. بقى النفس سؤال يا مولانا الماء اللي اثرناه من الحسيان وشهرنا عنه وشبرناه من دركان وطاهر كي هم يتصحاب وملاء. قال ان مولانا اها عنكم الملي تشهروا من تحت التراب روالكم جاي من السمقة. احنا موريتاني عندنا عقلية عويليلة ما هي صالحة. احنا عندنا عقلية مربين عليها الشاشر نقول لهم منوح حاسي من الحق نقال لك تبارك الله الحق منوح منوح ما هو فمقة منوح عذاب وحد يشرب منه دوريتك ما ادري ايه في دراسه ما ادري يصلي ركعه لان مولانا جلاه قاع جلاه على الخرق لعله يهلك. ولذلك يعاد مولانا له يرد نوح لا ينقزه من السفينه الارض. قال مولانا انها عاد السفينه اولا ما شبيههم في موجين كالجبال. ويعاد مولانا له ينزل نوح ومعاه هضاتنا كان احنا نخلق رذاذ. قال قيل يا ارض ابلعي ماءك الم المنبلص منك للعذاب ابلعي صرتي بعيد بعدي على المقالة يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء المرجى منك منك حياة أرجع يا المرجى من فوق ويا سماء واقلعي ونقال مرين التراب مرة أخرى يا الأرض لمي لمي ما الحياة بعدي يا شعود من تلقي للناس الليل من رحمة. قال قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء ومعناها غوط بعد يا المسحت ما الحياة ياك ما يلحقك الدلو. قالوا استشره قالوا اصطى الدليل عليه الدليل على ان الميه اللي في التراب انها من السماء شنه. قالوا مولانا قالوا انزل لكم انزل من السماء انزل من السماء ماء ماء فسلكه ينابيع انزل من السماء ماء اولا فسلكه معناها دخلوا في التراب. وقالوا لا تبعد إياك الناس إلى عاصف تشبرك فسلكه ينابيع في الأرض معناها عدل في المستوى يجد لا يشهر عنه يجد يتحك. إذا هذا المدينة ترو ولذلك أرك الأرض باش بطاط عنها السحاب يقض ماها ويبحث وباش كهرت عليها الأمطار يقلان ماها لأن مياهها مرتبطة بماء السحاب فإذا تأخرت والله قلت يبتعد المفعناق الأرض. واضح الكلام؟ قالوا إذا الماء المستخرج من جوف الأرض أصله السماء والماء الذي على سطح الأرض قاع لا إشكال فيه ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. إذا فدل على أن المياه الجوفية والمياه السطحية أصلها سماوي وبالتالي صالحة للعبادة والمعاملة. مفهوم الكلام؟ إذا لا إشكال فيه أثنان. أيوة الدليل على أن الماء لا تغير بشي ما عند حد في شيء أنه يسلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تصوله الصحابة قالوا إحنا نعود مسافرين في البحر ولا عندنا الماء من درى الماء اللي في البحر كان نقدر نستعمله. قالهم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قالهم ذاك الماء اللي ماشيين فيه
ما البحر والله بي هما كانوا مستشكرين ان ميها مالحة ولان ماء البحر ما هو عذاب في الاصل ولذلك البحار يوم القيامة لا يتعودش من النار يتعود لا يتنتهي الدنيا لا يتحول البحار نار واذا البحار سجلت مع الهنقدان تقضي قاع البحر يعود عادش من النار قالوا من دركان قدر يتوضاوا من ذا الماء قال لهم هو الطهور معناه هذا الماء معنه ماله وارك ما خلق الله بحرا في الاصل باردا البحر درك يعود الله مالح ما يعود بارد لان البحر كبير وداروا مولانا في التراب وعدل الملح به اللي لو عاد بارد تخلص الارض الله يبارك لما اكون فاطن حضرك يختار لحم وما يخلص يدير فيه المن ما يدوفي لان الملوح حصوا على ولذلك مولانا يريد ان خنافه لقاه ما يخلص لعل يعود له تلفس حلاك تهرب قاعد يخلص عدل دمعة عينك راكي اللي تقض منها الدمعة ووقفه تهم منها ملح مولانا ما يهفها عدل هكير بحر لا تخلص عينك وخلاف لكن يتعود راكم زوكم ينيني مس فمك لهو راكم ملح المياه تخرج منه والغريب خناف لك اللي فيه ملح وريقك ما هم ملح لأن ريقك يحرك والآخر ما هو حارك ليك الحركة والبحر ما يحرك ما يجري ما هو كي لنهار لنهار تعود دافعة وجيه المطر ويدفعها والبحر به اللي ساكن ملح مولانا لا يخنس لأنه لا يخنس لا يضيع نر التمل رياح تعكس رايح وتفرق البشري ملح مولانا يقعد رايح وما يمنتنا قالوا له يا رسول الله احنا ذا المال في البحر قدرت والله وبي قال لهم الله هو الطهور ما هو الحل وما يتته معناها ما عندكم مشكلة والله وبي يقبأ قالوا هو ملا وش ملاك عود مخنف به الحوت والمعادن اللي الشال فيه قالوا هو لا يضر به اللي لازمه بالغالب فملازمته وكونه لا يمكن الاحتراز منه عفي عنه قال والله الصلاة عاد مخنز به الربيع والله مخنز به كذا والله قاعد استخرجناه من الأرض له أحمر والله قالوا ما هي مشكلة به اللي مولانا بعد من يذكر لنا وذكر لوبه وذكر التيمم سمعوا علم هذا يقبل منه ما هو قري قال يا أيها الذين آمنوا يا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وتكلم عن الغسل وقال وين كنتم جنوبا فطهروا ومن فم قاس التراء يعني فم ذكر قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج معنى هذا كامل من لوب وذا كامل لا بشرط ما فيش مضيق عليكم فإذا كان فيه صعوبة أراه معفي عنكم وقيسوا المسألة الأخرى قالوا فدل على أن المنيع متغير بالواية ما يجد حد يفصل معاها ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج إذا معناه استعملوه به ما تستعملوه يعود هذا مضيق عليكم قالوا فيعفى عنه عاد من باب العفو يريد الله يسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فهمت الكلام ولا ما فهمت؟ قالوا إذا الماء هو الأصل في الطهارة ولا بد منه وحد ما فات جبره لا بد من يطلب إلى عادي قد يحصله قالوا من درس قاعد العت لا بد من يتوضا وأنا الماء ما رأيته شنواش فهو معايا الماء ما فتريته خرص له ما رحياه من دركاني قالوا هو لا بد من تلوذه إلى عاد قد تجبره في الخيام اللي في زرق والله تحرك له ساكن ويجيك ما فات الوقت تتوخر فارض عليك تعدل قالوا شنو هو الدليل على انك لابد من تروض له؟ قالوا لي ان مولانا قال يا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم ما ارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنوبا فطهروا وان كنتم مرضى على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا وان لم تجدوا الدليل على انك لوضت له لان حد ما لوضش ما قال انا ما وشفته. قالوا كلمه لم تجدوا تدل على البحث والطلب ثم الياس بعد ذلك واما من لم يبحث ولم يطلب ما قال لم تجدوا قالوا فدل على انك لا بد لك من تلوذ الماء وتبحر عنه بالطريقه اللي قد تحصلوا بها بطريقه كامله ما يخرج الوقت اراه العاد الصلاه يخرج الوقت وانت في طلب الماء وفي عما يعصر صلي محافظه على الصلاه ولا قدر نعقب نشوف ان شاء الله الوقت واضح الكلام ايوه زين في تغير البلكه وفي تغير الجربه هذه اللي تعود مدهونه وفي تغير البريق وفي تغير الدلو هذا اللي جديد ورش اللي معلوم وفي تغيرات اللي تطرح حسب الليل من دركان هذا يضر والله ما يضر البريق اللي مدهونه والقربه اللي مدهونه والبريق وما انا الله قاعد وش يرضي شفليه في القدم وجلاي المطوي به الحاسب قالوا يا كامل قالوا يا كامل ما عنده مشكله انه ما يضر ان يعني تعود القربه هذا لابد منها مديور الهدباق والله الدهين
وكانت تعدل به وما زالت جديدة إلى أجبرت أميها غيرها قد لا تقبل لقاع الماء متغير منه شيء يا غير بعد الماء ما دام لم يتغير به الله القربة لهم كانت تصلح به لا يضرك واحمرار البريقة اللي خلاق فيها ولا الطعم اللي فيها من أصلها ما يضرك والدهين الخفيف هم اللي لا قطعات في هذا الوير ولا شوي لا بالصيف يطالع عليه ولا هو لاح درجة بعيدة لك ما يضرك والدلو جديد ما يضرك والورشة جديد ما يضرك واضح ومبلكة كذلك العاد مديون فيها أرضي جفل مالي ولا امتان طعمته بهذه مصلح الماء ما يضرك قالوا هذا الدليل عليه هذا دليل من أين قالوا دليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى الصحابة ووجدهم عندهم الماء ومعروف أنهم يرفضوا فيه الماء ما هم بلك ولا هو عينة واحدة فيهم اللي يرفضوا في شكيه الضبايا وفيهم شي اللي يرفضوا في كيف القرب وفيهم اللي يرفضوا في شكيه مخالق وفيهم كل هكذا وفيهم اللي يديروا في شمر الجلود قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه قال لهم لا تجعلوا الماء في النوع الفلاني وديروه الله في النوع الفلاني قالوا فتركهم على آلاتهم التي كانوا بها يستقون ويأخذون الماء ولقد تثبت عنه أبدا في حياته وسنته أنه كان يقيد لهم حالة معينة دون حالة معينة فدل على أن ذاك اللي لا بد منه من آلات مستعملة ذاك اللي منه كامل المصلحات والعادي في الآلة أنه هو ما قد علق لهم عليه فدل ذلك على التسامح للقضية واضح أسوص البيدون اللي يدير لقاه فيه وسوى الجريكان وسوى المبيشات الطهارة السخان لكن اللي منه كامل وحتى الكامل اللي منه لا بد منه في الآلة من مصلحاتها والله أصلا من خلقة الآلة من عند الرأس ذاك لا يضر ما الله قاعد ينزيدكم برواية لا ينزيدكم خارج بعضه العلم وهذا رغم أول مشهور غير خاطر نحط له مرغاية إياك ما يوصلصونا وحدي خارج الوحدي تتوصل له من رايحة ولا يشمك ما قال إنك مخنز تقعد طرحتك ويأديه إلى وسوسة ويظل يشم وشموني انتم قلت لك شم لي يا شو ويصبح شم الشمامة ها هاي كل وسوسة مولي هذا النوع اللي منها مولي خايف لا يفتح له الباب إن قالوا لا مرصح له يا أسلم العلماء قال إن المجاع الماء إنه ما حد ما زال ينقال له الماء يوظبي ما حد ينقال له المجاع أسوأ تغير بجرواية ما حد ما زال ينقال له الماء لباس إن هو ينقال له الماء المطرق والماء المطرق معناها ما حد ينقال له الماء ما فات وقيد بشي الوعر عندنا لا يعود إنه الزري والوعر عندنا لا يعود إنه قاع شي من الدهن عاد مصموم ما حد ما زال ينقال له الماء وذاك المتغير به خفيف لا حرج فيه وهذا أقوى من ناحية الدليل وراهم العلماء يقولوا رواية يقولوا على من يتعارض المشهور والراجع ما هو وقع المشهور وما هو الراجع لعل العود ما تعرفه الفقهاء رامز أنا قهر أولكم جاسم فيه في البادية ويعرف الفقه وله قاع ما قطب دسم من اللي يقولوا الكتوب لا يوحل فقيه قاع وش قال العاد قاع شيء ومقهنة معدل أنه عالم وأنه يعرف شيء ومعدل وما يعرف قاع كلام العلماء ما يعرف اللي يعبروا عنه معنى شنو خارج مسألة يقول لها الفقهاء المشهور والراجع مرة يقول لك هذا مشهور ومرة يقول لك هذا هو الراجع الراجع شنو الراجع يقولوا ذاك اللي قوي دليله معناها ذاك اللي تجبر له دليل واضح من القرآن ومن الحديث والمشهور ذاك اللي قالت فيه ياسر من العلماء لجلة لكن قالوا مشهور ما واضح المشهور ما كثر قائله والراجح ما قوي دليله قالوا الفقهاء المالكية من دري لا تعارضون نجبرنا قول راجح معارض قول مشهور أيهم نقبوه نقبوا ذلك عليه ياسم الفقهاء ولا نقبوا ذلك دليل واضح وقوي قالوا هو قبوا لا الراجح بأن الراجح قوي بذاته فيه هو قوة في راسه بأن الشاهد له دليل ولوها إلا مورون النقوي به اللي قالوا ياسم العلماء لكن مورون بحسن الظن في العلماء ولوها قوي بشاهد واضح من الكتاب والسنة وبدل من نحسن الظن بأقوال العلماء هم هم لا يكذبوا نحسن الظن بهذا قاع اللي عنده شاهد متبع للشهود قالوا إذا تعارضا قدم الراجح لقوته في ذاته لأن له دليل الشاهد الحاضرة ولوها اللي حد ظنته بعموم العلماء إذا تعارضا قدم الراجح وهما كلهم يمتش عليه مشهور وراجح المشهور ما كذر قائله والراجح ما قوي دليله إذا تعارضا قدم الراجح واضح الكلام ايوه قالوا ان الراجح
على لونين يعود القضية ما هي متغجرة تغجر ذاك وبين ما رأى لقاع اللي نزيدكم خالق واحد إمام كبير قال أبو حنيفة هذا باطل ما يدلكم على الأرشاحية أبو حنيفة هذا الأرض سامعين به إيه ولاحق من الفطنة هو 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 السلين من الأربعة هو أكبرهم السلفة قال قاع طمعه قال على أن التغير ينعود ما هو الروح ما هو كبير لا حكم ذا اللي قال مقتضى أن الطمب تعرفوا الطمب هذا إنه ينعصر منه شيء والله قاعد شي كيف تعاد الزريق ما فات ما هات عاد اللي بني بالي غير أمي اللي زريق رقيق إنه يجد يوظفي قال له شره دليلك قال لهم لأن مولانا وصف الزريق بالوصف اللي وصف فيه الماء قال له لمني قال لهم لأن مولانا قال وينزل عليكم من السماء ماء وقال في آية أخرى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وطهورا معناها طاهرا ومطهرا طاهر في رأسه وجد طهرك قالوا ماذا مالوا قالوا علمه وانتم قلتوا على ان المنيع والطهور انه يستعمل للعبادة والعادة قالوا له والله قالوا ما سمعوا الصلاة قال مولانا عن اللي ملي صرقوا بها الجنة قال وأسقيناكم ماء سقاهم ربهم شرابا طهورا وما عرفوا انه قالهم ما هو الليل الماء عرفوا انه لهم خلط مع الفريق والله سلحه قالهم فوصف شرابهم الممزوج بغير الماء مع الماء قال انه طهور فأعطاه نفس الصيف قبلهم وخرجوا عنه قالوا له ياك ياك عالم الآخرة واحنا في عالم الدنيا انت مريت بعيد قال لهم يا غير مولانا الصيف ان يوصف بها المسائل الا معناها انك مترتب عليه حكم والمهم عاد القضية لا يتبع عليه المهم ان عرفنا على النلمة لا بد من سلك وصفات ثلاثة لا يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه هذا هو اللي ينقابل المطرق وهو اللي صالح للعبادة وصالح للأحكام وانه ان يتغير بشي من السلس ينزرك وان يتغير بشي طاهر يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة وقلنا على انه ذاك التغير اللي بشرط عود منهم لازمه اما اذا عاد من لازمه ما يقدر يتصال معاه كيه الملح اللي خلقه والله والله في تراب اصلا حمراء والله في القربة اللي مجبود بيها ان ذاك يعفى عنه للضرورة ويستعمل وذاك التغير الخارج وما ادري يضر واضح الكلام وجبنا الدليل عليه من الكتاب وانه لا تغير من السنة وفهم بعض العلماء فيه والقضية عندي انها عاد واضحة مبادئه وخايف لا تخرت بيكم تفاصيل اكثر تخلط له ونعود ورجع للصفر فهمتوا اذا من خلال هذا اللي ممكن ان شاء الله اضبط عاد الليلة يقدر يفتش الكام ما عنده مشكلة عاد واضحة للرواية هذا هو المال اللي يقدر يستعمل ما يتمنى الواحد يهبس على مويها ويقيم يقول انا مساء هذا ما هو مشكلة يقيم ماشي قضية فيها بحث طويل يا غير هذا هو هو تقريبا خلاصة مقربة مبسطة مفهوم الكلام إذا كان في حد عنده أسئلة في الموضوع ما يخرج بنا على الموضوع مثقال ذرة يوضح فيه والله شيء تفضل أرفع صوتك الفوق بريقة في حلمة أيوة هي وهو مدرك انا مغيرها ولا ما هو مغير طعمته ولا انا هو لريف يا ارجع له وقول له مدرك الى عاد الفارمية والله فيها لقاه ميت خرص الى عاد ما تغير طعمته ولا انا هو لريف حتى ما ادري يضر طب شايفين هذا الكبحة حانوني ايوه حانوني حنين حنين يا الضيف انا بالشوق هذا البحر اللي هو انت اجتمع موريتاني كامله وتبول الزر وما يتغير حد يختار يحقر بول موريتاني يقول له بولي بحاشي تلبحر يرين يبولوا كاملين تقد انت تتعاقب معاهم وتتوضا لانه ما يتغير طعمته لا لونه ولا ريحه الفقهاء قالوا تغير طعمه ولونه وريحه الى عاد ما تغير معناها انه مازال لا طاهر يا غير باط مكروه لوم به لا اجبر تغيره ولا عاد الحقيقة ما استعملته لا حرج عليه الما مازال صرف حاروا لوك الضيف ويصور لا عنا اللي احنا فيه شي هاني ما نستمحين به قال لك ان السؤال ما اسمع ايه لحظة احنا الليلة ملتزمين بموضوع الطهارة اختاروا كان نطهروا الليل ايوه حانوني ايوه حانوني كافي ايوه كافي 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 لحظة كافي 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 ماني مستقبل قاعد سؤال حانوني اسوء السؤال الاخير
سؤال الأخير قال لي الأخ إنه مثلا ما هو مكمل السؤال الأخير. سؤال الأخير قال أعلنوا، قال واحد أعلنوا في بريقة وأعلنها استعملوا أميها فيها، هي عاد مع الصباح ذي قالهم مجت فيها فار من درجة ركان وتغير طعمة الماء والله ريحته والله، قال لي لك ما يعرف وتعلم يرجعني يعرف الرواية، وإن القاعدة عند العلماء إن الماء المارة فيه اللاجة سوى مات فيها إنه يخرص طعمته والله لونه والله ريحته ما دام ما فات تغيره فالماء باق على طهارته. اي نعم هي ما هي تفضل شنو معناها ما بين الشاب الصافي والعافية. ايوه زين يا والله العلماء قالوا على ان المنين عود نفيس حتى وغالي كيه ماء زمزم ما يلا يوضى به لان له شرف خاص ولانه غذاء يقضي في قوة زائدة على الماء العادي، ذكره الوضوء به في حارة انك عندك غير هذه الماء المعدنية بيقول على انها معلومة وفيها قوة وفيها كذا يا الله تصان وبها المالية غالية الثمن المواركين يعار ثمن وتعود عدت في يمن لانه عاد مكلف عاد دخلت قاعد اخرى وهو الافراط في استعمال الماء لان الصلاة تتكرر وريت عود لابد لك من كل الصلاة تسجل مية دورت عدى المظاهرات لأن هذا عاد تكليفة. قالوا ملاك الماء اللي غالي اعلنوا نية لحد درجة معينة يعود عاد واعر بها في العرف العادي وانت مكلفتك تيمك وهذا الماء اللي من الشاب وكذا عاد واعر بنسبة معينة والصلاة تتكرر وبالتالي ما يرطي يوضى به حد اعطاه مولانا بس توضى به هو ما فهم حرمة يا غير بعد رجال جابر غيره ما يرطي قاعد يتوضى به حتى في حالة اختيار لأن نصر في الماء النفيس الغالي الثمن ما يوضى به إلا للضرورة. نعم ايوه وقف انت قول سؤالك سولوا الله في الماء هنين يرفدكم السي والله زي هذا سؤال الكلمة قالها خلي وحكمه كمغيره. قال ان المبارك مدرى الكلمة اللي يقول الفقهاء ان الماء يحكم له بحكم المغير هذه كلمة قالها خلي اعطاه مولانا قوة عادام لازم يقول كلمة واحدة وهي تحت ياسر من الشرح. قالوا المبارك انك لو تختار تعرف حكم استعماله كانوا جائز لك كانوا مكروه كانوا واجب خرص هو اللي متغير به شنو الى عاد متغير بالنجاسة عاد حرام استعماله والى عاد متغير مثلا ما هو اللي متغير به ما يغير صبة معناها انك قاع حكما لازمك يريد عود جابر الله هو يعود كذا معناها علمه الى عاد لا لكن متغير به الى عاد منسس تنسس والى عاد طاهر بقى طاهر حكمه كمغيره معناها ان اعطاه الحكم على حسب اللي متغير تلبس به إلى عاد نسس عاد من السات ولا عاد الطهارة مجرطه واضح الكلام. ايوه تفضل. عاد تمر الزمن الاخرين من درى كانها تغيرت طعمتها ولونها وريحها والله لا يعود ما هو متغير قبلها وتروح وتفعلي ما يضرك ما يضرك إلى عاد تجيف أحلاها والله بزر منها يا غار اللي ما قلت تكبرها مولانا ولا متغير طعمتها توضى وصحى. نعم تفضل. نعم لازم من هذا. نعم تفضل. مو الجوك هذا ايه ما تجبر جوابهم لانك جبت لنا الديوك يا علي استخلوا ارضنا راحت هذا واحد يصور عن الديوك انهم افتفيهم الشيخ بالداه وغيره الا تم انتفن بعد يا لا ديرهم وفهمك ذا العام ولا العام الجاي يعني يفرقوا الديوك لا يحوزك عليهم شيء خلاص الديوك عشوا منهم وهذا ما هو ذلك كنا نتكلم عليه شوهوا ايوا انتهى الدرس والساعة وفات مالك ايوا تفضل قول سؤالك ايوا ارفع صوتك الفوق ها ايوا زي سمعتوا يا سؤال الشراب عاد الزريق مثل الماء لك عاد الشراب الاخر واحنا نتكلموا على الماء اما حكم الزريق ودروس الزريق مازال ما يضر ما يضر واللي منه زريق كبير لك عفية عما يعسر وما يضر هذا يصور عن الزريق اللي طاح في بود من قال لك انه خفيف لا يوسكتوا لا تسمع صوت الحد منكم خلونا من الهرج
خلونا من الأصوات المختلطة، عودوا بأدب ولا يعود الله كلها غاية عند ولا يفديد ولا يفتكراع. الصبر اللي مكم أجبار فرصة دورنا أعطوه الوقت، واللي مكم ما أجبارها يفوض. لا بد من النظام فوق كل شيء، النظام من العلم. تفضل. هذا الواقف هو اللي ندور سؤال الاخرين يسكتوا. القلتين حديث القلتين مضطرف فيه ياسر من بحر، يا بلغ الماء قلتين ياك ما يعود لم يحمل الخبل، ياك فيه من الاضطراب ما فيه. عمل به الشافعي وطائفة والمالكية قال انه مضطرب سندا ومتنا، ولهم عاولين عليه. قال ان القلتين معناها هو سؤال عن قلتين، قدر قريبتين كبارات، قدر قريبتين كبارات اللي هو تقدير تقريبي. قال وقع فيه اضطراب انه ما ثبت لهم طريقة، ومالك عند رواية ينظر في السند صحته بعد الحديث في سنده ومتنه ويخرص ثم اللي عمله المدينة الى عاد على خلافه يرجع عمله المدينة به اللي ارسخ عنده هو اثبت من حديث الاحادي. امام البخاري بوب بابا بعد قاع اللي بعد قاع سره حكم الحديث اللي جاي عن طريق الاحادي خارج من الناس اللي يقول لك الحديث صحيح يا غير الحديث يعود صحيح وخارج مسائل قاع ما يحتج به فيه، لأنه يكون حديث خبر الأحاد وخبر الأحاد الأحاد خالق شيء يقبل فيه وخالق شعود الحديث صحيح غير ما يقبل ذلك الموضوع. العقيدة ما يقبل فيها عند جمهور علماء أحاديث الأحاد. قال بيالك الحافظ بن عبد البر وقال به الذهبي وطائفة من المحققين وحتى الإمام البخاري ترجمته قال أنه يلين عود الحديث وارد. شوف هذا خارج عن الموضوع، هذا الشيء هذا ما تلى الماء لعاد مشاكلكم انتم. تفضل التلخ مبلك اي بان فيها الشير وهي اللي فيها ما ياسر بايجا من ما يعود الله مكروه استعمالها حد جابر غيرها من ماء ما دام لما هم غير طعمه لا ريح ولا يعود توف يعود الله يسير النجاسة اللي ما غير يعود مكروه استعمال الماء يا غير ما هو حرام ولا صلى بها لقى صلاة صحيح. هذا هو المشهور وانتهى الوقت، انتهى الوقت ما تريد يسوى. ليلة غدا إن شاء الله صنعايا راجعينهم على غير العفون يا ما تحسوا بعض. ليلة غدا إن شاء الله هو يريد تندحصوا من الكبة. ليلة غدا إن شاء الله هون وليلة غدا إن شاء الله هم تابعين مع ابن عاشر في نفس السلسلة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله ما يتخلف حد منكم قابلين غالية غدا إن شاء الله بحوله تعالى. هي ورا هنا أختموا بالدعاء إن شاء الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رجال والإكرام، يا رجال والإكرام، يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا متع. سرك اللهم بجميع أسمائك وصفاتك ما علمنا من ذلك وما لم نعلم، سرك اللهم بذلك كله لا تدعنا ذنبًا إلا غفرته، لا تدعنا ذنبًا إلا غفرته، لا تدعنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا همًا إلا فرجته، ولا همًا إلا فرجته، ولا عيبًا إلا سترته، ولا عيبًا إلا سترته، ولا عيبًا إلا سترته، ولا دينًا إلا أديته، ولا عدوًا إلا كفيته، ولا مرضًا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعطيتها. اللهم لا ترك لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعطيتها لنا وبركتنا. اللهم لا ترك لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعطيتها لنا وبركتنا. اللهم حق إيماننا بك وثبت، اللهم حق إيماننا بك وثبت، اللهم حق إيماننا بك وثبت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أثرنا ولا تثر علينا، اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا وقوي نفع بنا وادمه يا رب العالمين. اللهم زدنا مما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا مما ينفعنا وقوي نفع بنا وادمه يا رب العالمين.
اللهم اسلنا ولا تنقصنا واخذنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واهلنا ولا تذل عنا وارضى عنا وارضنا وكن لنا ولا تكن عنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ولا ولا تجعلنا اتباع اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم مسكنا بالسنه عند فساد الامه بيض وجوهنا من بعد واعتق رقابنا من النار لبثنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره اللهم منا الدعاء ومنك الاجابه اللهم اصلح شؤوننا اللهم علمنا العلم النافع وارزقنا العمل به والثبات على ما يرضيك وحسن الخاتمه انك سميع مجيب اللهم استجب اللهم استجب اللهم اغثنا واغث المجاهدين في كل بقعة ومكان آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين لا تنسوا من صالح دعواتكم والسلام عليكم ورحمة الله.